الشهر الفضيل هذا الشهر الذي يكون سعيد من يحظى بأن يعيش أو أن يمارس طقوسه التي لا تخلي إلا على سعيد الحظ. فأتمنى أن يكون هذا الشهر هي بداية انطلاقة أو بداية تغيير لكل من تردد في اختيار طريق الحق، لأن يتحول إلى طريق الحق ويساعد المعتقلين ويساعد المظلومين والمنتهكين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكما معروف تعتبر الأسرة أهم وأخطر بيئة في صياغة الإنسان. وتكوين النفس والسلوكي والذي يترك آثاره في مجتمعه الذي يعيش فيه. وعلماء الاجتماع على تباين مذاهبهم يجمعون أن الأسرة عماد المجتمع، وأنها إذا قامت على أسس قوية سليمة استقرت أحوال المجتمع. فالأسرة إذا غاب عنها الأب بسبب ظروف قهرية مثل الاعتقال التعسفي، وهذا حال أكثر العوائل البحرينية التي تشعر الأسرة بالضعف وعدم الأمان من الداخل، وقد يترجع وفق سلوكيات تظهر على باقي أفراد الأسرة مثل ما يحدث لأطفالنا. أطفال البحرين من أعراض اكتئاب أو أعراض أخرى مثل الكحول لا إرادي أو عدم الرغبة في النوم أو عدم الرغبة في التحصيل الدراسي أو العصبية والشرود الذهني. وحضن الأم الداخلي يخفف من وتيرة هذا الضعف، ولكن إذا انعكس في الآية وأصبح في بعض الحالات اعتقال الأم مفروض قسريا كما حدث لأكثر من 300 معتقلة بحرينية منذ اندلاع ثورة 14 فبراير حتى هذا اليوم، والعدد في تزايد مستمر. وأنا أقول لكم أن العدد يفوق هذا بكثير، فكل زوجة اعتقل زوجها، كل أم اعتقل ابنها، كل أم شهيد، كل أخت شهيد، هم منتهكين ويجب أن نضعهم في حساباتنا، لا أن نحصر العدد فقط لعدد المعتقلات، فعدد المنتهكات البحرينيات يفوق عدد المعتقلين أيضاً. وطبعا ما حدث من اعتقال لمعتقلات سابقه افرج عنهم، وهنا انا ابلغ رسالتي لاهالي المعتقلات. تيقنوا خواتي امهات المعتقلات، عندما تم اعتقال ايات الكرمزي، عندما تم اعتقال ايات رؤى الصفار، وعندما اعتقلت جاليه سلمان وغيرهم، كانوا مجرد مواطنات يطالبن بالحريه او كان لهم دور بسيط في مساعده ومعالجه الجرحى خلال فتره دوار اللغه او ايات الكرمزي. الان هم يكرمون دوليا. ايات الكرمزي كرمت في اوسلو، رولا الصفار كرمت في الهند، رولا جاليه سلمان ايضا كرمت كنقابيه في النقابات الدوليه. سيأتي اليوم الذي تكرم هؤلاء السيدات لأنهم احتجزوا واعتقلوا وتعرضوا للتعذيب من أجل الحرية ومن أجل الكرامة. تيقنوا من ذلك ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن هنا ومن هذا المنطلق نحن كنساء علينا أن نؤازر عوائل المعتقلات. ففعلا المصاب جلل اعتقال سيدة شريفة عفيفة وحرمانها من أبنائها، يجب أن يكون هناك تآزر اجتماعي بين فئات المجتمع للتخفيف من حدة الانتهاك. يجب عليكم زيارتهم ومساندتهم، وأيضا يجب عليكم الخروج من أجل المطالبة بتحريرهم. فالعيد أوشك على الحكومة ونطالب بأن يرجعن إلى منازلهم مع أبنائهم، وأيضا مع حقهم في التعبير عن الرأي، مع حقهم في المطالبة بالحرية والكرامة. يجب أن لا نسكت، والمرأة لديها دور كبير في المجتمع، ويجب أن يكون لها صوت مسموع
بيكون موقف اتجاه هذا الإجرام والانتهاك الكبير. نحن نطالب السلطة بعد كل هذه التهديدات التي ترد من جميع الاتجاهات بأن يكون هناك حل بالإفراج عن المعتقلات. وجودهم في السجن يصعد الغضب الجماهيري والشعبي، غير مقبول أن يتموا في السجن حتى مدة أطول، يجب الإفراج عنهم ومحاسبة كل من كان لديه يد في تعذيبهم أو تنكيلهم أو انتهاك أعراضهم. نطالب جميعا بالإفراج عنهم، ويجب أن يخرج الرجال مثلما تخرج المرأة أيضا في هذا الموضوع، لأنه يعني بكل امرأة وكل سيدة. وأخيرا وآخرا نتمنى الإفراج عنهم وبلغوا رسالاتنا، وأرجو أن يكون هناك رسالات مستمرة للمعتقلات. نحن معكم ولن ننساكم إلى الأبد. شكرا.